ومحطتنا الأولى ضمن صباحنا غير رح تكون ضمن عالم الطب، وخصصناها لأمراض العين وصحتها وسلامتها. ودائما بنعرف أنه العين هي أكثر أعضاء الجسم حساسية. اليوم رح نحكي عن مرض كتير شائع بين كتير من الأشخاص، وهو قصر البصر. إمتى بيظهر هذا المرض؟ شو أعراضه؟ وكتير من التفاصيل أكيد بنحكيها اليوم مع الدكتور واثق صالح، اختصاصي بأمراض العين وجراحة. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، يعني كثير هي المشاكل أو الأمراض يلي ممكن تصيب العين مثل ما بنعرف، إن كانت قصر البصر، طول البصر أو الانحراف. خلينا بالبداية نعرف من حضرتك شو يعني قصر البصر كمصطلح طبي. تمام. هلا هو قصر البصر كتعريف بسيط، يعني ما أنا رح نحكي بمصطلحات علمية، هو مثل ما هو باسمه إنه قصر البصر، أنا فيني أشوف للقريب منيح بس صعب اقدر اميز المسافات البعيده. تمام. المريض بيقول لك انا ما بعرف الشخص اللي جاي، بس قادر انا ارى الموبايل او حتى المدام ممكن ضم الابره اذا كانت مسافه قريبه. قصر البصر ممكن يظهر باي مرحله من العمر، ممكن يجي مع يعني الوليد يكون عنده قصر بصر، ولكن عاده هو طبعا اشياء انواع سواء الانكسار او اشياء انواع الدرجات او النظارات، ممكن يظهر مثل ما حكينا من الولاده، ولكن الاشياء بيظهر بين عمر 8 ل 10 سنوات، وفي نوع منه مترقي يعني بيضل يتقدم سنويا، يعني بنلاحظ انه المريض عم يغير نظارته عم تزيد بين النص للدرجه سنويا، ولذلك بدنا نراقبه. بيثبت عاده مع يعني توقف نمو العين بين 18 ل 21 سنه. في نوع من النقص البصر بيصير بالاعمار المتاخره، يعني بعد ال 55 60 سنه، هذا بيكون بدايه المي البيضاء اللي بنعرفها، بسموه تصلب نواه. كمان المريض هون بتعرفوا بهذيك المرحله بصير قصر بصر شيخوخي او هذا، هلا هو يعني مو قصر بصر شيخوخي، هو ناجم عن الساد. نحن في شيء اسمه مد البصر الشيخوخي هلا بنحكي عنه، بصير بالدوار ال 40 وطالع وبيترقى، تلاقي المريض ما بقى في يقرا بدون نظاره قراءه رغم انه سابقا ما كان حاطط. بهالمرحله بس بلش الساد النووي، بيقول لك مريض انا استغنيت عن النظاره وصرت اقرا القريب، ولكن بلش البعيد يغبش. فهي هي انواع قصر البصر اللي ممكن نواجهها. طيب دكتور، خلينا نحكي اكثر اليوم عن اعراض يعني قصر البصر. هل هو بيترافق مع وجع راس، مع اعراض ثانيه ممكن تطلع على العين، ولا هو بس فقط انه الشخص ما بيقدر يشوف كثير عن قريب؟ تمام. هلا قصر البصر اعراضه اكيد رح تكون سهله بالنسبه للكبار الواعيين، انه ما بيقدروا يميزوا الاشخاص البعيدين. شوف شخص عم يزن بعينه، عم يسكر الفرج العينيه لحتى يتجاوز هالدرجات ويشوف للبعيد. عادة عند الأطفال ما كثير بيشكوا بسبب أنه بيقدروا يحصلوا دراستهم وكتابتهم بشكل جيد بدون ما يحتاجوا مساعدة، ولكن إذا قعدوا بالمقاعد الخلفية بتلاقي ما بيقدروا يتابعوا الأنسة. هلا أحيانا بيكون في فرق بين عينتين، من علامات أي درجة من الدرجات أنه ممكن الطفل، طبعا عم يحكي تحت العشر سنوات، ممكن يغمض عين من عيونه خاصة بالشمس، بتلاقي عم يغمز فيها لحتى يلغي الخيال عم يجي منها. تمام؟ هلا نحن ما لازم ننطر، خاصة الأطفال، ما لازم ننطر العرض أو يشكي الطفل، لأنه أحيانا الطفل مثلا عم يشوف العينتين 4/10، بيعتبر هي الرؤية المطلوبة، بيقرب شوي على التلفزيون، بيكون قاعد بمقعد أمامي بالصف الدراسي، بيعتبر الرؤية كافية. فممكن فحص بسيط دوري يبينوا هذا. تمام. يعني هون دكتور بدي اسالك، في عمر معين نعرف انه الطفل عنده هي المشكله، وهي المشكله ممكن تكون فعلا وراثيه او نتيجه سلوكيات خاطئه بتبع الطفل؟ اثنين. هلا هي ممكن تكون وراثيه اكيد، والسلوكيات الخاطئه او اللي هي صارت شائعه بالاحرى، يعني استخدام الاجهزه القشاشات القريبه، الموبايل والتاب، واستخدامها بكثره حتى بدون يعني بدون شيء للدرس او الى اخره، عم يقعدوا خاصة الشباب الصغار أو الأطفال عم يقعدوا ساعات وساعات وساعات متواصلة، هذا بيشنج مطابقة بيولد عنا حسر، وهي في السنوات الأخيرة كثير زادت نسبة الحسر عالميا بسبب استخدام الشاشات القريبة. طيب دكتور، نحن ذكرنا أنه قصر البصر هو من أكثر الأمراض شيوعا، أيضا طول البصر كمان هو من الأمراض، يعني دائما يكون ممكن يعني اكثر شيوعا بين الاشخاص، خلينا نفرق بيناتهم. تمام. الفرق بيناتهم من الاسم، طول البصر هو المريض بيشوف المسافات البعيده بوضوح. طبعا نحن عم نحكي لحد معين، بس طلعنا بدرجات عاليه بصير كل مسافات مغبشه، بس نحن من درجات مقبوله بتلاقي المريض بيشوف المسافات البعيده بشكل واضح بس بيستصعب القراءه. حتى موضوع القراءه عند الشباب الصغار اذا درجات منخفضه مطابقتهم قوي ممكن يتغلبوا عليها، بس مثل ما حكينا مشوي شو هي الاعراض. اعراض ممكن يشكو اذا درسوا وقت طويل، اذا اشتغلوا على الموبايل، من دماع، من صداع، من حرقه بالعين، احيانا احمرار بالعين. مد البصر بالعموم كلياتنا اذا كنا سديدين البصر يعني ما عندنا درجات، كلياتنا بنخلق يعني الوليدي بيخلق عنده مد بصر بسبب صغر حجم العين. المد البصر ببلش يتراجع شوي شوي مع طول المحور العين او كبر العين بالعاميه للسن الاربعه لست سنين. بيستقر لسن 12 سنه، وقتها ممكن او 10 سنين ممكن وقتها يبلش عنده نقص. فنحن ممكن نلاقي طفل وليد نفحصه لسبب او لاخر،
نلاقي عنده 3 درجات مدهم نعتبرها عاديه، هي نعرف انه راح تزول بس كبر. تمام. طيب بما انه حكينا وعرفنا عن طول البصر وقصر البصر، خلينا شوي نروح لطريق العلاج. يعني بنعرف انه في علاج تقليدي ان كان من خلال وضع النظارات او العدسات اللاصقه، لكن اليوم نسمع انه في علاج جراحي ممكن نستخدمه بهي الحالات. طبعا هلا هو فعلا العلاج الاساسي كان بالنظارات وما زال، وهي هسه السواد الاعظم مرضانا عم يكون علاجهم بالنظارات، ولكن اليوم التطور الكبير عم بيصير بالدنيا، في كتير مهن ما بقى فيهم يستخدموا النظارات، الرياضيين، الاشخاص اللي مضطرين يعني يشتغلوا على مسافات متعدده وخاصه الكبار بالعمر، ما فيهم يستخدموا النظارات بشكل دائم. هلا اول شيء نحن النظاره هي اكيد بالبدايه هي الفحص وهي العلاج المبدئي لحتى نشوف تجاوب المريض ونشوف القدره البصريه. الشيء الثاني ممكن العدسات اللاصقه، كمان هو حل وسطي عند العيون بتتحمل عدسات لاصقه. كيف بنقدر دكتور نختار الشيء اللي بيناسبنا بيناسب حالنا؟ والله هذا الموضوع مثل ما قلت لك بيرجع لطبيعه حياه المريض ومهنته، تمام، ولعمر المريض. يعني اليوم ما فيني انا افكر بتصحيح بصر جراحي او بالاكزيمر ليزر عشان ما نقول جراحي الا طفل عمره مثلا 8 سنين او 12 سنه، مع انه هي عالميا في حالات ممكن تعمليها اذا كان في فرق كبير درجات بين العينتين. انا ما بدي شعب المواضيع بس عشان ما اجزم الموضوع، اذا كان في فرق درجات كبيره بين العينتين مشان ما يصير كسل وظيفي اذا الطفل عنيد وما عم يلبس، بس انا بالنسبه لي ما بعمله. يعني انا لازم يلاقوا هالطريقه يلبسوا الطفل فيها نظاره. هلا نحن بس نحكي لقدام بعد 18، ودائما الجراحات اذا نحكي بالقسم الجراحي او تصحيح بصر بالاكزيمر ليزر اللي هي هلا عم يتطور بشكل سريع ومهم، الجراحات بصير بس توقف نمو العين، يعني بعد ال 18 او بعد ال 20 او 21 احيانا اكثر، بس تكون استقرت درجات المريض. في عندنا تصحيح البصر التقليدي الاكزيمر ليزر بانواعه، الليزيك او اللاسيك او البي ار كي، اللي بيصحح مختلف انواع الدرجات، حتى الاستجماتيزم اللي ما حكينا عنها اللي هي حرج البصر اللي هي بتعطي كمان تشويش رؤيه على كل المسافات، يعني بيكون في محور معين عم يشوش الرؤيه. هلا هذه بتصير من هاي الاعمار ونحن طالعين، كان سابقا انه نحن لا لل 40 وبس. اليوم من 4 سنين وجاي صار فعلا على ارض الواقع وعمليا، وصار حتى عندنا بسوريا صار ممكن لمريض عمره 60 سنه ممكن نعمل له تصحيح بصر وخاصه مشان القراءه. في اشخاص عمليا مضطرين يكتبوا، مدراء تنفيذيين او هيك بدهم يكتبوا بدهم يوقعوا يشتغلوا للقريب للبعيد، حتى سائق السياره اللي ما مهتم كثير بالقراءه، الداشبورد التابلو السياره لازم ينتبه عليه مع المسافات البعيده، صار في عمليات بتصير، حتى ممكن مريض يكون عامل مي بيضه وصار عنده درجات وضعف القرب كمان ممكن يصير له عمليات، صار في زرع عدسات داخل. يعني الموضوع كثير واسع موضوع تصحيح الدرجات، ايضا صارت واسعه. دكتور في عوامل بتساعد لحدوث هذا الخلل بوظيفه العين، خلينا نحكي عنها. نحكي ايضا انه نحن ايمت لازم نزور طبيب العيون خصوصا لما تكون موجوده هي العوامل؟ هلا العوامل اللي احنا لازم نفكر فيها، اول شيء العوامل الوراثيه، يعني وقت بيكون بالعائله عائله الاب او الام او في اخوات اكبر عندهم درجات، فنحن بنحط ببالنا انه ممكن يكون هالطفل، عم نحكي عن الصغار لانه لازم يكون فحص مبكرا انه هذا الطفل ممكن يكون عنده درجات ولازم يزور الطبيب. واذا افترض العامل الثاني هو استخدام الشاشات القريبه، كمان عم تحرض حصر البصر بشكل مترقي ومتزايد. هلا الشغله المهمه انه امتى بدنا نزور الطبيب انا كمريض او بدون ما اكون عم اشكي. هلا يفترض بشكل عملي لازم من 3.5 4 سنين الاولى من العمر بلش زياره الطبيب، لانه ممكن يكون في درجات ما حاسه عليها المريض طفل، ممكن يكون في درجات بعين والعين الثانيه كثير ممتازه، فهو عم يعتمد على العين القويه عم يشوف 10 وهذيك مهمله او كسوله، بتسمع مصطلح العين الكسوله او العين الغطشه، هذا علاجه بهالمرحله من العمر. نحن اذا ما انتبهنا وقطعنا العمر 10 سنين ما بقى في علاج. فالفحص الدوري ويبدا عاده من 3.5 4 الا اذا لاحظوا الاهل اي شكايه، اي ملاحظه شكايه من الطفل، اي ملاحظه بشكل العين، حجم السواد تبع العين، دماع زايد، البؤبؤ الاسود احيانا اذا كان لونه باهت او ابيض، هذا الامور فورا لازم نستشير دكتور. وسنويا هي الزياره لازم تكون؟ وسطيا سنويا. تمام. بتختلف بقى حسب الحالات طبعا، سنويا وسطيا. تمام. دكتور في سؤال يعني بيراود كثير من الناس اليوم، انه شو الفرق بين الليزر والليزك؟ خلينا نوضح الفرق بيناتهم. هلا الليزر انواع، اذا بنحكي كلمه ليزر انواع، يعني موجود صار بكل المهن، تمام. حتى نحن بالنسبه لنا بالعينيه في انواع كثير لها، بتختلف حسب طول الموجه تبع الليزر. هلا في عندنا ليزر للشبكيه، ليزر للعدسه، ليزر انواع كثير. نحن بالنسبه لتصحيح البصر هو الاكزيمر ليزر هو نفسه، بس التسميه العاميه بيقولوا ليزر او ليزك. هلا هي الفرق بيناتهم، الاسم العام الليزر هو البي ار كي او اللاسيك، المهم هو الشيء اللي نحن بنطبق تصحيح البصر على سطح القرنيه. تصحيح البصر شو هو؟ تغيير بشكل القرنيه مشان نحن نتجاوز الدرجات سواء كان مد او حسر او انحراف، اذا كانت العين تقبل او تتحمل نغير شكل القرنيه بتطبيق اشعه الليزر كأنه عم نعمل نحت للقرنيه.
يعني. فتقنية الليزر اللي هي أقدم من الليزك ولكن رجعنا لها أكثر هلا بسبب أمانة، نحن بس بنخرب الظهارية تبع القرنية تمام، وبنطبق أشعة الليزر الكافية حسب ما أعطينا للجهاز وبنحط عدسة لاصقة بتكون خلصت العملية. هلا الليزك اللي طلع بعد الليزر نفس كمان الشعاع ونفس الجهاز ولكن التكنيك الجراحي مختلف. نحن هون نثبت العين ونشيل طبقة من القرنية نتركها معلقة بهنج خفيف يعني بعنق خفيف، نقلبها نطبق الليزر ضمن سماكة القرنية ضمن لحمة القرنية ونرجع، طبعا كله في غسيل للبقايا العملية، ونرجع بنرجع هاي الشريحة. هلا الليزك عملية كتير بتبيض الوجه، المريض يعني الصبح عملها بعد الظهر عم يشوف شكل كويس، العين بيضة، عين مرتاحة كتير وبتصحح درجات عالية، ولكن فيها شوية خطورة لأنه فيها تداخل، نقطع القسم الأمامي من القرنية اللي هو أقوى قسم، بدنا نشد على العين شوي ممكن هذا يأثر على العصب لا سمح الله، إذا المريض مهيأ إذا ما مدروس صح ممكن تأثر على الشبكية. الليزر القديم رجعوا له من 4 سنين وهي عالميا أنه أفضل أنه ما نعمل إلا إذا اضطرينا ما نعمل إلا ليزر، لأنه ما في أي خطر، مثل ما شفتوا نحن شلنا الظهارية طبقنا الليزر خلصت العملية. حتى اليوم صار في تقنيات أنه ما في داعي نتداخل نحن، يعني صار الجهاز هو بيشيل الليزر بأول مرحلة، ثاني مرحلة صحح الدرجات خلصت العملية، يعني المريض بس عم يطلع بالضوء خلصت العملية شغلته 20 ثانية، ما طبقنا أي قوة أو أي شد لا على الشبكة لا على العصب البصري ما ضعفنا القرنية، ولكن مشكلته أنه في عنا ألم 3 أيام، وحتى هلا بالتقنيات الجديده صارت يوم واحد بكفي، طبعا بياخذ المريض مسكنات، في عدسه لاصقه بنشيلها بعد 5 أيام وسطيا او 4 أيام بتبلش تحسن رؤيه، بتحسن 70-80% وبعدين 10-20% بياخذهم خلال 3-4 أسابيع. هلا مشكلته الثانيه انه نحن بعد الـ5 درجات ما فينا نعمل، فترك الليزك للدرجات العاليه، هي الفرق بيناتهم. طيب دكتور، في بعض الاشخاص بيرتدوا النظاره لسنوات كثير طويله وكثير بيكونوا حابين يشيلوا النظاره ما بيقدروا، خلينا نحكي عن الحالات اللي ما بتنفع فيها لا الليزر ولا الليزك. تمام، حلو السؤال كثير، لانه كان هو دائما طريقنا الوحيد لازاله النظاره هي تصحيح البصر بالاكزيما بالليزر. لا اليوم صار في حلول لاغلب الحالات، اليوم صار في عندنا العدسات داخل العين بمختلف انواعها، هلا ما راح احكي بشكل علمي مفصل، ولكن احنا في زرع عدسات تترك مقسام العين كلها تشريحيه مثل ما هي، بنزرع عدسه لاصقه داخل العين، طبعا الى بدها دراسات معينه لاطوال العين لدرجات العين لقوه القرنيه، بنزرعها داخل العين، العين خلصت من كل الدرجات ما فيها الانحراف، طبعا ضمن رينج معين للدرجات. هي طريقه مان جديده عمرها فوق ال 15 سنه، تمام؟ هلا في زرع عدسات التقليديه، يعني اذا المريض مثلا حتى هي الحاله ما بتنطبق عليه، في زرع عدسات تقليديه مثل المرضى الكبار بالعمر بيعملوا مي بيضاء، نحن ما ممكن نعمل شيء اسمه كلير لينزكتومي، يعني انت على المريض ما عنده مي بيضاء، بدنا نشيله نحن العدسه ونزرع جسم البلور يعني ونزرع عدسه داخل العين. الهدف من هاي العمليه ما هو نحن نشيل مي بيضاء ما عنده، ولكن عنده درجات كثير مهمه وما مرتاح وما في عمل الطرق الثانيه، فنحن بهاي الحاله بنصحح الدرجات. حتى بهذا الموضوع نحن المعروف بشكل عام انه اللي بيزرع عدسه داخل العين بيشيل جسم البلور ما بقى يشوف للقريب، حتى تطورت اجيال من العدسات تخلينا نشوف متوسط وبعيد، احيانا في عدسات مو احيانا بنزرعها بس ما كل المرضى، قريب ومتوسط وبعيد، فصارت الحلول كثير متاحه ومختلفه لهالموضوع. دكتور يعني بعد اجراء العمليات التصحيحيه للعين فينا نقول انه ممكن الشفاء التام من هي الحاله او ممكن المريض يرجع ينتكس اذا في حال كان عنده امراض مزمنه؟ طبعا هلا هذا السؤال كثير مهم، لانه نحن اهم شيء بالاكزيما ليزر انا بحكيها دائما لمرضى انه عمليه كثير بسيطه، فعلا بسيطه جدا مع تطور تقنيات كثير سهله، ولكن الاهم والاهم ومسؤوليه الطبيب دراسه الحاله بشكل دقيق. يعني نحن اذا مثل ما تفضلت اذا في امراض مزمنه ممكن نلغي، اذا في ضغط عين ممكن نلغي، اذا شكينا بشيء اسمه القرنيه المخروطيه ممكن نلغي وهي بتترافق مع امراض مزمنه تحسسيه بالصغر، في جفاف عين ممكن نلغي، مريض سكري غير مضبوط ممكن نلغي، يعني اذا توقعنا حتى المريض غير متابع ممكن نلغي العمليه. خلينا نوضح هون بخصوص مريض السكري. هلا مريض السكري نحن ليش ممكن نلغي العمليه؟ اذا مثلا شفنا شبكيته بلش فيه اعتلال شبكيه سكري، طب انا بدي اعمل له اليوم تصحيح بصر وهو في سبب ثاني لتدهور البصر قدام عيننا وهو مريض مهمل، فهو رح يعمل عمليه رح نغير له شكل قرنيته رح يرتاح فتره قصيره بس رح تكفي الامور معه، زائد اذا كان غير مضبوط بتعرفوا شفاء الجروح بتكون متاخره واحيانا ممكن يصير عنده انتانات بالقرنيه، يعني ممكن نوقع باختلاطات نحن بغنى عنها، نحن دائما لازم نحط ببالنا ولازم نحن كاطباء نقول لمرضانا انه عمليه الليزك هي عمليه تجميليه، يعني هي مانا اساسيه الا في حالات خاصه، في حالات خاصه مثل ما حكينا اذا فرق كبير بين العينتين المريض ما عم يتحمل نظاره وما بيقبل العدسه اللاصقه بعينه، فهي عمليه تجميليه، واذا ما لنا ضامنين انه ناخذ نتائج كويسه، نخدم مريضنا بشكل كويس، نهرب من الاختلاطات 99.9% بلاها بتكون العمليه.
دكتور دائما بيكون في نصيحه للاشخاص اللي بيرتدوا عدسات سواء تجميليه او طبيه، الطبيب بيقول لهم انتم لازم تتوقفوا فتره زمنيه قبل عمليه الليزر والليزك، خلينا نحكي عن السبب وشو هي الفتره الزمنيه. تمام، هلا هي كمان في شغله، سؤال شائع انه نحن بنحط عدسات ما فينا نعمل ليزك، لا او العدسات رح تضرب القرنيه او رح تاذي القرنيه، طبعا في حالات خاصه قليله بتعمل ازياد بالقرنيه خاصه المريض الغير مهتم. هلا موضوع انه علاقه العدسه اللاصقه بالليزك، هل نحن يكفي انه نشيل العدسه اللاصقه اسبوعين قبل الليزك العمليه؟ طبعا العدسات القاسيه ممكن نشيلها شهر، وهي حالات قليله ما نشوفها، هي عاده عدسات طريه. السبب انه نحن العدسه اللاصقه يعني تماسد المستمر مع القرنيه ممكن يعطينا تغير بشكل سطح القرنية، فنحن بدنا نعمل صورة اسمها صورة توبوغرافيا قرنية، هي لحتى نحدد ماهية القرنية وهل هي بتتحمل الإكزيمر ليزر ولا لا، ممكن تعطينا معلومات كاذبة سواء إيجابية أو سلبية. فنحن لازم نرتاح من العدسات اللاصقة، نخلي فيلم الدمع أو الدمع ينتشر بشكل جيد بين القرنية والجفن لحتى تأخذ شكل الطبيعي، وبعدها نصور وندرس الحالة. تمام. يعني من المشاكل كمان يلي ممكن تصيب العين، فينا نشوف جفاف العين أو الحساسية، هون ممكن نقدر ناخد قطرات للعين تناسب، خصوصا يعني بفصل الربيع بيصير في كتير حساسية. تمام، هلأ بلشت عنا الحساسية. أكيد الحساسية موضوع مرض شائع كتير، تمام، وتلعب الوراثة في دور، والقطرات جزء مهم من العلاج، والأهم من القطرات هو الوقاية. يعني نحن المريض، كل مريض بيعرف المحسسات الشخصية، إلا في شغلات تانية، بس نحن بالنسبة للعين ممكن غبار الطلع، روايح معينة، ممكن شيء بالبيت أحيانا الصوف أو شيء ممكن يهيج له، إذا خاصة إذا عنده تربية تحسسية بالطرق التنفسية. الوقاية، نبعد مثلا عن طلعة من الشمس، إذا الطفل بيقول لك والله بس طلع بالشمس عم تدمع عينه وتحمر ويبلش يفرق بعينه، كمان لازم بعد عنا نحط طاقية نظارة شمسية، الفرق ممنوع، الغسيل بمي باردة أو الكمادات المي باردة. ممكن تساوي نشفان بالعين فينا نقول؟ لا، نحن بعدها بنبلش لا، مو هي ما هالسبب إنه الدموع أو الفرق هو سبب نشفان، هو سبب ارتكاسي تحسسي. هلا بعد بنبلش بالأطرات، والأطرات هي أنواع كثير ما راح نخوض فيها، بس بدي أقوله إنه الأطرات الكورتيزون بنلجأ لها أحيانا نحن، وعند قسم مهم من المرضى خاصة الرمد الربيعي التحسس دول أعلى الدرجات، ولكن لفترة محدودة وتحت إشراف الطبيب. بس الواحد لازم يعرف إذا في عنده أمراض قبل مزمنة أو شيء. تماماً، نحن وما لازم نأخذه لحالنا، هو هذا اللي بنعاني منه. أنا إذا شفت مريض غير مهتم ما ممكن أعطيه، هلا ممكن يأخذه ويستمر بس يعني كل ما نكس يأخذه لحاله، أو ممكن يعطيه لحد إنه هاي القطرة كتير ريحتني فعلا متريح، ولكن إلا مشاكل على المدى الطويل. طب دكتور، في نوع من القطرات اللي هي طبيعي الواحد يستخدمها، هي بتكون مرطبة للعين، خصوصا اللي بيستخدموا الليزر أو تبعوا عملية الليزر والليزك، في أطباء بيقولون إنه خدوه بعد شهرين أو ثلاثة، ولكن بنشوف أشخاص بعد العملية بيعانوا لسنوات طويلة من حالة، كل فترة حالة يعني في نقول نشفان العين، جفاف. هون شو ينصح؟ انه دائما لازم خلص تصير القطره العينيه مرافقه له؟ تمام، هلا هو جفاف العين كمان مرض ما هو شائع الحمد لله، احيانا بيترافق مع امراض مناعيه، بيضطر المريض ياخذ معيضات الدمع اللي هو الدمع الصناعي مشان ما تضل ناشف العين. هي شو اعراضها؟ انه حرقه، نخز، ما بتحمل الهواء، ما بتحمل الضوء القوي المريض. تمام، هلا نحن بنعوض الدمع والقطرات الانواع، وصار في حتى قطرات بدون مواد حافظه، لزوجيتها بتختلف حسب درجه الجفاف، حتى صار في اجراءات جراحيه بسيطه لنخفف تسرب الدمع بفيلم الدمع. هلا بعد الاكزيمر ليزر وخاصه الليزك، الليزك نحن وقت عم نقتطع هالشريحه من القرنيه ونرفعها، نحن لعبنا شوي بتعصيب القرنيه، القرنيه كيف تعطي الامر انه انا انه القرنيه ناشفه ولازم يصير دمع من التعصيب اللي فيها، وقت نرجع الشريحه ليرجع يترمم هالعصاب احيانا بده شهرين وسطيا، لذلك نحن بنقول للمريض انه خلي قطره المرطب معك الشهرين، ما تستغرب اذا حسيت مثل في كانه رمل تحت الجفن، اذا انزعجت من الشمس من الضوء، دائما قطر بعينك. وبالمناسبه هي ما لها وقت، يعني انا من اخطائنا عاده انه تلاقي المريض بيقول لك عم اخذها صبح ومساء او ثلاث مرات، لا ما لها وقت، ممكن المريض بجو رطب يحس حاله ما انه بحاجه، اوكي ما في مشكله، وفي في حالات لا يضطر ياخذها لو كل ساعه ما في مشكله. لا، بعد الشهرين او الثلاث شهور في مرضى فعلا مستمر عندهم الجفاف، وخاصه اذا عندهم تربيه هني لهالموضوع، اذا كان شوي يعني فيلم الدم طبيعي ولكن بالحد الادنى، في مرضى ما بيعود الترطيب عندهم بشكل جيد، وهي من الاسباب اللي خلتنا شوي نتراجع عن الليزك ونروح للبي ار كي او الليزر. تمام. دكتور، قبل ما نختم مع حضرتك، مشارك بالمؤتمر العلمي الثاني لمشفى العيون، خلينا نحكي عن مشاركتك وابرز المواضيع يلي رح تكون موجوده بالمؤتمر. والله المؤتمر الثاني مؤتمر كثير مهم كان، طبعا
المؤتمر الماضي مهم كثير، بس هلا فعلا هسه في قفزه اكثر من حيث المشاركين. كان في مشاركين من دول عربيه، مشاركين اجانب بس على السكايب عم يتواصلوا، اعطوا محاضرات كثير حلوه، يعني القوا الضوء على كثير شيء جديد كان عندنا بالعينه، سواء بالاستقصاءات او بالعلاجات. يعني كان حتى في كم كبير من المحاضرات وكلها مهمه فعلا. هلا انا مشاركتي كانت عن اختلاط قليل ما يصير وقليل ما نشوفه، ولكن الجراح ممكن اذا شافه ما يعرف شو صار او ممكن ما يقدر يدبره. طبعا عم احكي عن الاطباء الجدد مثلي واصغر مني مع اساتذتنا الكبار، فانا حبيت ضوي على النقطه لانه عاده ما بتنعطى بالمحاضرات. شو اللي ممكن نشوفه بالعمليه؟ شو لازم نحط ببالنا حسب حجم هذا الاختلاط؟ العلاج بيصير فورا؟ نكفي العمليه ولا نوقفها؟ يعني حطيت استراتيجيه معينه للتشخيص والعلاج عشان ما يتلبك الطبيب بالعمليه. تمام. وفعلا كانت محاضره انا انبسطت فيها والله، لانه كانت محاضره مهمه بالمؤتمر. تمام دكتور، يعني اليوم كثير من الناس عم يعانوا بشكل كثير كبير من النظاره لسنوات عديده، بيقولوا لك انه انا ما بدي مثلا اخضع لجراحه او لليزر ممكن يسبب العمى، كيف ممكن نطمن هدول الاشخاص وننصحهم؟ والله بنشوفها، وللاسف عم يجينا يعني مرضى واصلين لمرحله متاخره. هي اشع عمليه نحن بنشتغلها عمليه الساد، وانا هاي المحاضره اللي اعطيتها عن اختلاطات الساد. يعني لازم نحن نشرح لهم انه هاي العمليه رح تعمل اول واخر. طبعا ما لازم نحن نمسكه بايده للمريض وناخده ببداياتها اذا ما عم يشكي، ولكن بس بلش يشكي وتاثر على حياته اليوميه بنقول له المريض انت ممكن توقع تنكسر، وانت عم تقلق على حياتك اليوميه، وانت كل ما تاخرت رح تكون العمليه اصعب واصعب. فهو خاصه المريض اذا عنده مثلا تجربه سيئه باي عمليه لو ما بالعين بصير بيخاف، يقول لك انا ما راح اعملها. فيفترض لا، يفترض بس الطبيب قال له للمريض اعملها، يفترض ما يتاخر. اكيد. يعني بختام حديثنا نشكرك كثير دكتور لكل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها، واكيد كل الصحه والسلام لك للناس. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك دكتور.